انت تخيلت عمرك ان صورك تترسم كاريكاتير وتترسم جرافيتي وت يعني عمرك ده كان جه في بالك وانا صغير لا بس مع الوقت ولما بتكبر لا ما بحس ان انت محتاج تشتغل كتير قوي كمان على صورتك بره الكوره عشان تبقى موجود في كل حته بشكل مش لعيب كوره بس فطبعا حاجة بحس ان انا اشتغلت وتعبت ليها وحاجة تديني انا برضو حافز ان انا افضل عايز وافضل شغال على طول طب متخيل نفسك بعد ما, ما تخلص كورة ايه رجل اعمال رجل اقتصاد <applause> آه مستثمر عادي ايه ايه اللي إيه يعني انت هواياتك ايه راحه فين مش عارف ممكن يا اما ده في الوقت اللي انا بتكلم حضرتك فيه دلوقتي أوه. احساسي ان هو حاجه لها علاقه بالكوره او رجل اعمال عمل ايه بقى ما اعرفش لسه طب يا ممكن <applause> تبقى تشتري نادي مثلا ممكن الحاجات مش دي مش كده ولا دي بطلت ممكن بس يعني مم. مع حقيقه ما فكرتش فيها لسه طيب طب انت بتاهل مكه مثلا وكيان ان شاء الله اما تيجي نازل مصر ايه اللي ممكن يعمل لهم صدمه حضاريه ولا انت بت بتاهلهم طول الوقت لان احنا اساسا جايين من ال من المناخ ده ومن الثقافة دي وإن إحنا هنا في مكان مختلف ولما نرجع لازم نأدابت على طول يعني بتتعامل مع الحكاية دي إزاي؟ هو ما افتكرش ان هيبقى عندهم صدمه ثقافيه لان هو من وقت للتاني بينزلوا بينزلوا البلد او بينزلوا القاهره يشوفوا اهلي مم. ودايما يعني في تعاملهم مع اهلي قريبين من من كل حاجه مصريه فهم مش, مش هيبقى عندهم الصدمه ما عندهمش مكه مش هيبقى عندها الصدمه خالص مش هيبقى عندها الصدمه دي فهم قريبين وفاهمين الاثنين يعني آه. مكة لما بتيجي هنا بت... ما شاء الله بتبقى ادابت هنا قوي اه لو تنزل مصر شاطره قوي في ال... اه في الحاجات <أخبر> في الحاجات اللي, اللي بتعرف تاخد حقها في كل بلد يعني ايه اللي قوي يعني ايه اللي بتخش في حضن جدتها او في حضن عمها ما <أخبر> ليش عشان <حشي> كده <كتير> هتلوموا <applause> <applause> عليا في الاخر هي <applause> بتحب ايه؟ ايه أولاد لها بتحبي فين؟ احب انزل مصر اه, أه ليه؟ عشان انت هنا بتحط لي قوانين وبتاعنا هناك تيتا وجدو اللي هو اللي انا عايزاه بطلبه طبعًا يعني شوكولاته ماشي عايز أسوق على رجل جدو بسو عايز اعمل اي اقعد قدام بقعد قدام ده بس اللي انت خدتيه مصر تقول <applause> لي لا بس انا هناك ما حدش بيحكم عليا بحاجه انا هناك انا عايز شوكولاتة انت هنا بتديني مره في الاسبوع هناك لا لو اني بتديها مره في الاسبوع شوكولاته ده كده كتير ده كده كتير ده كده كتير طب طب مره مرتين سامح لها بايه ومنع عنها ايه يعني مثلا بتلعب على الايباد بتاكل وهي بتتفرج على آه فيديوز ومش ايه اللي سامحك معظم الوقت كانت بتاكل وهي بتتفرج على الايباد وبعدين قلت بعد وقت الاكل بناكل كلنا سوا م. ومش حدش يتفرج على حاجه ده فاميلي تايم اللي هو نقعد مع بعض آه بتتفرج على الايباد بس مش كل حاجه متاحه ليها م. عندها اوضتها بتلعب فيها هي وكان مش عايز اقول الشوكولاته حاجات ممنوعه بس يعني بتاكلها بس مش كتير آه ايه ما انت مانع الشوكولاته ايه ايه تاني عاوز ايه منها انت <applause> مش عايز حاجه عادة تبقى كويسه <applause> آه 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 بس بعملها ازاي بعمل نفسي يعني طب استنى بتجيب لها حلاوه المولد آه حلاوه الم... يعني الحاجات بقى بتاعتنا في مصر بتاخد كل حاجه ايوه طبعا هي ما تبقى انا انت حفيتش عندي ده انا مامتي قاعده على رجل مامتي وخلاص بقى كل اللي هي عايزة والله أخويا أيوة بس برضو... في المواسم يعني أنت هنا في لندن لما يجي مولد النبي العلاقة بقى ابنك أنك تقوم جايب لها حمصية مو... حمصية ع... بحب الحمصية حمصية. <applause> لا مش طول الوقت بصراحة آه. مش حاجة يعني مش طول الوقت طب بس في العيد احنا متصلين في كل حاجه يعني الاعياد لا بنجيب كل حاجه احنا آه. بنحتفل بك... احنا عيله بنحتفل بكل حاجه والحركات لا. بص ما بيبصش <applause> انا ما بقولش ايوه ماجي عامله ايه في معاك في حته ماجي تل... كويسه ماجي انا بقولها حاجات لازم معايا في الاكل يعني زقي معايا والنبي عشان دي ما تمشي يعني هتطبخ الناسات تطبخ لي احنا يعني بنطبخ الاثنين مع بعض ايه يا حبيبي بتطبخ نودلز <applause> لا لا أه حاجات عاديه ليه ايه يا محمد يعني ما بتحمرلكش ده كربط مثلا ملوخيه فتت ملوخيه لا فتت كوارع لا لا طاجن عكاوي يعني اعمل امال انا جاي اعمل ايه ده, ده انا قلت حاجه اجيب لك معايا لا لا ممكن اكل يعني انا بقولها انا بحب عامة سلطه اكل سلطه معاها اي حاجه سمك او فراخ ايوه وممكن جنبها شويه <applause> ممكن رز او بروكلي حاجات كده يعني ممكن بروكلي ده نقطني نقطني مو نقطني طب انت بجد كده يعني ايه اللي يخليك تقوم ايه عندك جلد رهيب بقى انا اكلت النهارده جلد يا خرابي هعمل ايه في اللي انا اكلته ده؟ آه لو اكلت فطير فطير مش احساس آه بقى احساس بالذنب بقى ويعني حاجه كده ما فيش احساس بالذنب بجد لا والنبي يعني. اه لو كلت فيتيري وكشري في يوم واحد لا كده اليوم قفل الشهر قفل بقى خلاص ده تصوم قد ايه بقى بعدها اسبوع معرفش آه معرفش بس انا في مره اه مره كلت اخر مره كنت في مصر بجد يعني كلت فطير الصبح حمام الغدا اتعشيت اه اتعشيت كشري اه حسيت اللي هو لا في في حاجه هتحصل بقى فأخدت الشهر كله مفيش حاجه بقى خالص <applause> يا عيني لا. لا بس اكيد ماجي في لحظات بيجي لها لحظه اللي هي لا هي هي براحتها انا ما اه. انا ما بضعفش قوي مع الاكل يعني اه. انا مش شرط حد بياكل قدام شوكولاته ابقى عايز لا اه. انا عادي يعني لا والله عادي خالص يعني يعني اه. مكه بتيجي تقول انت انت ليه ما بتحبش الشوكولاته لا انا بحبها اه. اي بس انت بتاكلهاش قلت لها مش هتاخدي برضه ريحي دماغك اه. هي لما تبقى عايزه تيجي تقول لك كده قال لها مش هتاخدي ايوه انت ليه ما بتحبهاش ما كل الناس بتاكلها اقول لها انا مش هاكلها، اقول لها طب استنى هجيب لك واحدة، ادخل اجيب شوكولاتة من الثلاجة بس هي 99% دارك شوكولاتة. او في 80، هي ما بتاكلش بقى خالص، انا عندي 99 على 80 فهي ما بتاكلش خالص. ما شوكولة. بتاكلش بقى الدارك شوكولاتة. لا الدارك شوكولاتة ده هي خالص. أي, أي حاجة بس يا رب. <تصفح> ما هي عندها السبت سبت ممكن السبت ممكن ساعات السبت والحد بس عندها السبت كويس بتاكل فيه. هي إيه اخت مرة. الراجل ده ما إيه الراجل ده؟ ما أنا البتاع الكون... الكون... كل القانون ده ماشي على كل اللي في البيت <تصفح> ايوه عشان يبقى فير